أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، وأبرز العناوين. عودة الهدوء إلى محيط مطار طرابلس بعد اشتباكات الصباح وغارات ليلية لطيران الوفاق على مواقع قوات حفتر. التايمز تشير إلى سعي حفتر لعسكرة المنشآت النفطية، وصنع الله يتهم حكومة الثني ببيع النفط عبر شركات مصرية وإماراتية. السراج يقول إن دعم بعض الدول لحفتر شجعه على شن عدوانه، ومجلس النواب يناقش إلغاء منصب القائد العام للجيش. التفاصيل، حيث أكد مراسل ليبيا الأحرار عودة الهدوء إلى محور طريق المطار بعد بدء قوات الوفاق صباح الثلاثاء هجوما على تمركزات مسلحي حفتر في مطار طرابلس العالمي ومحيطه. وقال مراسلنا أن قوات الوفاق بقيادة الكتيبة 166 وكتيبة الحلبوس تقدمت في بعض المواقع في محور الرملة وباتجاه كوبري قصر بن غشير، مؤكدا استقرار جبهات القتال في محاور اليرموك والخلة وعنزارة ووادي الربيع. وكان مصدر عسكري قد أكد للأحرار شن سلاح الجو التابع للوفاق ليلة الاثنين عدة غارات على تمركزات مسلحي حفتر في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير. هذا وأكد مصدر عسكري لليبيا الأحرار شن طائرات سلاح الجو التابعة للوفاق ليلة الاثنين عدة غارات على تمركزات مسلحي حفتر في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير. من جهته قال الناطق باسم الجيش العقيد محمد جنونو في تصريح للأحرار الاثنين إن طائرات سلاح الجو نفذت الأحد 5 ضربات جوية استهدفت تجمعات لمسلحي حفتر جنوب طرابلس، مؤكدا استمرار الطلعات الاستطلاعية لطيران الوفاق في طرابلس والمنطقة الوسطى. ولمعرفة آخر التطورات في محاور القتال ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مراسلنا عبد الوهاب مليطان. عبد الوهاب، كيف هو الوضع الميداني في محور طريق المطار ومحيطه الآن؟ نعم أمل، هذا اليوم انطلقت الاشتباكات العنيفة في محور طريق المطار من جهة طريق الرملة باتجاه طريق بوابة مطار طرابلس العالمي. اليوم هذه الاشتباكات يعني جرى الاتفاق عليها بين القادة الميدانيين ليلة البارحة، حيث استفق عدد من القادة في هذه المحاور في شن هجوم على تمركزات قوات حفتر في محور طريق الرملة، واستطاعوا التقدم والوصول إلى برج الإرصاد، ما يعرف ببرج الإرصاد في مطار طرابلس العالمي، وعن طريق يعني بوابة، من ثم تراجعوا قليلا وتمركزوا بالقرب من بوابة مطار طرابلس العالمي. هذا بحسب عدد من القادة الميدانيين أنهم تمكنوا خلال الاشتباك اليوم من تدمير عدد من الآليات العسكرية والسيطرة على عدد آخر من الآليات. أبرز الآليات التي جرى تدميرها هي ما يعرف بالتايجر، جرى تدميرها اليوم من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني. كذلك في المضاد قامت قوات حفتر بالقصف بالمدفعية الثقيلة، وسقطت هذه القذائف التي استخدمتها قوات حفتر خلف خطوط القتال حيث مزارع المواطنين خاصة في مناطق الرملة وكذلك أسواني. هذه المناطق هي عبارة عن مزارع، يعني تعرضت إثر سقوط هذه القذائف احترقت عدد من المزارع هناك في هذه المناطق. كذلك أمل، بعد تمركزها قوات الوفاق الوطني قال لعدد من القادة الميدانيين أن الهجوم الذي شنوه من محور طريق الرملة ولأجل الاستعداد وتهيئة هذا المحور
للهجوم الذي تستعد له قوات حكومة الوفاق الوطني للهجوم على تمركزات. طيب عبد الوهاب، احتدام الاشتباك على الأرض هل رافقه أي طلعات استطلاعية أو قتالية من قوات حفتر؟ نعم، أو الوفاق؟ نعم، سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني نفذ في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم عدد من الطلعات القتالية، استهدف خلالها تمركزات قوات حفتر في مطار طرابلس وكذلك في منطقة قصة بنغشير. ذلك في المقابل يعني استخدمت قوات حفتر الطائرات، حاولت قصف تمركزات قوات حكومة الوفاق الوطني ولكن دون أي أضرار تذكر. هذا بالنسبة لي. طيب ماذا عن المحاور الأخرى؟ نعم، هذا المحور هو محور طريق الرملة باتجاه بوابة مطار طرابلس العالمي. يشهد ذلك التطور بحسب عدد من القادة الميدانيين أن هذا الهجوم من محور طريق الرملة هو يأتي استعدادا من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني وتهيئة هذا المحور للهجوم القادم الذي تستعد له قوات حكومة الوفاق الوطني. طيب على الصعيد الميداني، هل لديك أي معلومات حول تلك العائلات التي من المفترض أن تنتقل من المدارس إلى الأماكن البديلة؟ متى سيكون ذاك الانتقال؟ بالنسبة للعائلات النازحة، العائلات النازحة من مناطق الاشتباك المتواجدة في المدارس ومراكز الإيواء، كل طفل يتجه إلى المدرسة القريبة منه يواصل فيها دراسته بحسب مصدر من وزارة التعليم، وكذلك بحسب عدد من العائلات النازحة قالوا لي بأنهم سجلوا أطفالهم في المدارس القريبة منهم. هذا بالنسبة للعائلات النازحة. العائلات العالقة في مناطق الاشتباك، ربما هناك عائلات لا تريد الخروج، هناك عائلات لم يستطع الهلال الأحمر والطوارئ الوصول إليها أصلا لإخراجها من مناطق الاشتباك. أشكرك مراسلنا عبد الوهاب مليطان، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر التنكيل بجثة لأحد أفراد قوات الوفاق. وأظهرت الصور مسلحا يرتدي زيا عسكريا يتبع قوات حفتر يضع قدمه على جثة متفحمة داخل مركبة عسكرية، كما ظهر مسلح آخر وهو يلتقط الصور بجانب الجثة. ووفق مصادر قناة ليبيا الأحرار فإن الجثة تعود للمقاتل عبد السلام بوشيبة. كانت طائرات حفتر قد استهدفت الأيام الماضية السيارة العسكرية التي يستقلها في محور المطار جنوبية طرابلس. هذا وتعددت مشاهد التنكيل بالجثث ونبش القبور والاحتفال بسحل الخصوم والتصوير مع القتلى من قبل مقاتلي حفتر خلال حربهم على العاصمة أو حتى حروبهم السابقة. ووفق مختصين فإن هذه الظاهرة تؤكد وجود دوافع نفسية لمرتكبي هذه الأفعال تفسر وحشيتهم، يصفها أطباء علم النفس بأنها شكل من أشكال النرجسية. تكرار عمليات التنكيل بالجثث والاستمتاع بالتمثيل بها وتوثيقها شكلت على مدى السنوات الماضية مشاهد صادمة للمجتمع الليبي لم يشهد مثيلا لها في تاريخه الحديث إلا ما دأبت عليه لجان القذافي الثورية من إعدامات جماعية للمعارضين وتصويرها والاحتفال بها. وإذ لا تختلف إرادة حفتر في السيطرة العسكرية عن إرادة القذافي في إخضاع الشعب لسلطته وإذلاله وترهيبه، فإن منهج الخلف اعتمد أسلوب العنف نفسه، فقد دأب مقاتل حفتر خلال حروبهم الماضية على عمليات القتل الاستعراضي والتعذيب والتمثيل بالجثث بطريقة ممنهجة وليست مجرد أخطاء فردية. هذا السلوك المتوحش لعناصر ما يسمى بجيش حفتر دفع الأطباء النفسيين إلى تحليل الظاهرة والبحث في أسبابها ودوافعها النفسية والعقلية ودراسة البيئة التي نشأ فيها مرتكب هذه الفظاعات وما خضعوا له من شحن وتلقين للكراهية والعدوانية. المختصون النفسيون يصفون من يقوم بهذه الأفعال بأنهم أشخاص يعانون تركيبة نفسية غير سوية ومعادية للقانون والمجتمع، كما تحمل هذه الشخصية مخزونا من الرغبة في التعذيب والتمثيل بجثث ضحاياهم
والتلذذ بمشاهدتها، ويفسرون هذه الممارسات بأنها راجعة لأسباب ثقافية وأخرى مرتبطة ببيئة النشأة الاجتماعية، غير أن مختصين يضيفون سببا آخر متعلقا بالحالة الليبية التي لا تستسيغ هذه الأعمال، ويرجعون تعدد وتكرار هذه التصرفات المستهجنة إلى تركيبة قوات حفتر المبنية على المفهوم القديم للطاعة العمياء من جهة، وعدم مراعاة المعايير المهنية في قبول المجندين من جهة أخرى، إذ يؤثر تجنيد أصحاب السوابق الإجرامية والقصر في تصرفاتهم لاحقا أثناء مشاركتهم في القتال. لا يختلف عاقلان على رفض هذه المظاهر المنافية للإنسانية والقيم الأخلاقية، وهي بإجماع المنظمة الدولية تندرج ضمن جرائم الحرب، غير أن حالة الإفلات من العقاب والعمل الذي أصاب المجتمع الدولي عن إدانته القاطعة ليس لمرتكبيها وحسب، بل للأجسام العسكرية التي تقف وراءهم، إضافة إلى حالة الاستقطاب المرضي الذي شوه تركيبة المجتمع الليبي، كلها أسباب دفعت بالصراع إلى الانزلاق نحو فقدان الرجولة والشهامة وأخلاق أولاد البلاد الأصيلة لصالح التوحش والنذالة واللا إنسانية. على الصعيد الإنساني، أكدت منظمة الصحة العالمية بلوغ حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان على طرابلس 653 قتيلا، بينهم 41 مدنيا. وأوضحت المنظمة عبر حسابها بتويتر أن العدد الإجمالي لجرحى الاشتباكات حتى الآن بلغ 3547 جريحا من الطرفين، بينهم 126 مدنيا. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية أن استمرار القصف العشوائي في طرابلس يشكل تهديدا خطيرا لحياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت المنظمة تعطل قدرة سيارات الإسعاف الميدانية وفرق المستشفيات الميدانية بسبب استمرار القتال مع الإصابات الجسيمة، مشيرة إلى أن تركز الاشتباكات المسلحة حول المناطق السكنية يعيق الاستجابة الإنسانية السلسة. وأضافت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن المواجهات الحالية تثقل كاهل النظام الصحي الذي يعاني أعباء كبيرة وضعف الإمدادات وفق قولها. في سياق متصل، قال وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، قال إن الوزارة اقترحت نقل العائلات النازحة بالمدارس إلى أماكن بديلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت نظرا لاحتياج هذه الأماكن للصيانة وفق قوله. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عميد بلدية تجور حسين بن عطية في تصريح لليبيا الأحرار بإعطاء صلاحيات أكبر للبلديات للمساهمة في حل أزمة النازحين، نافيا حصول البلديات على أي دعم لها بحسب قوله. مع تواصل المواجهات التي تشهدها عدة مناطق في محيط طرابلس، ما زالت أزمة أكثر من 120 ألف نازح من مناطق الاشتباكات مستمرة، ويعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة داخل المؤسسات التعليمية. ومع الحديث عن استئناف الدراسة، قال وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة إن الوزارة اقترحت نقل العائلات النازحة بالمدارس إلى أماكن بديلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت نظرا لاحتياج هذه الأماكن للصيانة وفق قوله. بلدية تجورة والتي يوجد فيها أكبر عدد من النازحين الذين تجاوز عددهم 2600 عائلة، طالب عميد بلديتها حسين بن عطية بإعطاء صلاحيات أكبر للبلديات للمساهمة في حل أزمة النازحين، مبينا أن البلديات تعاني من عدم تقديم أي دعم لها، وأن هناك إشكالية حول آلية التواصل مع الجهات المختصة وغياب التنسيق لحل الأزمة وفق قوله. في السياق ذاته، كشف عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق خالد مسعود أن عدد الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء فاق 18,000 عائلة، موضحا أن عدد الأسر في 47 مركز إيواء بلغ أكثر من 1000 عائلة موزعين على عدد من البلديات. من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق فاضل جبران أن اللجنة تعمل حاليا على إيجاد أماكن بديلة للنازحين القاطنين في بعض المدارس مع بدء استئناف الدراسة،
لافتا إلى أنهم ينسقون لنقل بعض النازحين لعدد من الفنادق ورياض الأطفال والقرى السياحية للتخفيف من الأزمة التي تواجه وزارة التعليم. ومع انطلاق رحلة البحث عن أماكن أخرى قد تكون بديلة عن مراكز الإيواء الحالية للنازحين، تبقى احتياجاتهم وتذليل الصعاب أمامهم هو التحدي الأكبر للجهات المختصة التي ينحصر دورها في كيفية استيعاب النازحين، لتبقى أزمة النازحين ومعاناتهم بين الجهود الذاتية للبلديات وقلة الدعم الحكومي المقدم لهم. قامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بوضع حلول سريعة بعد عودة الطلاب للمدارس من العطلة الإجبارية التي منحتها لهم بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، حلول شملت تسهيل عملية إجراء الامتحانات للطلبة النازحين في مدينتي طرابلس وغات. بعد انتهاء العطلة الإجبارية للمدارس بسبب العدوان على العاصمة طرابلس، وضعت وزارة التعليم مجموعة من الحلول لمساعدة الطلاب وخاصة النازحين منهم في طرابلس والمتضررين من الفيضانات بمدينة غات. في بعض الملابسات لبعض العترات أو العراقيل اللي يمكن يوجهها الطلبة النازحين من مختلف الأماكن، فالمركز كان على تواصل مستمر بكافة فئات الطلبة وتطلعاتهم وأمنياتهم الشرعية، واللي ممكن نحن نقدر بكل ما أوتينا أن نضع لها حلول. الحلول الموضوعة من الوزارة للطلاب تمحورت حول إجراء الطلاب الامتحانات بالطريقة التي يرغبها الطلاب، مع مراعاة الحالة النفسية للطلاب النازحين من مناطق العدوان جنوب طرابلس. طبعا معنيين بجميع الطلبة، لكن أولوية الطلبة النازحين وتقديرا لظروفهم ونفسيتهم يعني اتحنا لهم كافة الخيارات الممكنة قانونا وأيضا بالعدل والمنطق يعني. وزارة التعليم تقول أنها شرعت في تنفيذ خطة معالجة المشاكل التي تعترض العملية التعليمية لقطع الطريق أمام الكم الهائل من الشائعات بشأن العام الدراسي الحالي. أعلن المدير العام لمركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء عدد الوفيات الناجمة عن الحرب منذ أطلقها خليفة حفتر مطلع أبريل بلغت 226 قتيلا بين عسكريين ومدنيين، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الجرحى 2410 جرحى من بينهم مدنيون. مركز الطب الميداني أسس منذ بداية العدوان على طرابلس 7 مستشفيات ميدانية وثلاث نقاط إسعاف متكاملة، وعمل على توفير كوادر وأطقم طبية وطبية مساعدة لتشغيلها، مع توفير 32 سيارة إسعاف ما بين عناية فائقة وإسعاف عادي مجهز بالكامل، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية لعدد من المراكز والمستشفيات العامة وبعض مناطق تجمع النازحين بحسب الهمشيري. مدير المركز قال إنهم قدموا الدعم لبعض البلديات الواقعة في مناطق الاشتباكات، ودعموا جمعية الهلال الأحمر فرعي طرابلس ومصراتة بسيارة إسعاف، وزودوا بعض إدارات الخدمات الصحية ببعض المناطق بسيارات إسعاف مجهزة، ووفروا مخزونا استراتيجيا من الدواء والمعدات والمستلزمات الطبية. أما عن الخدمات اللوجستية المتعلقة بعلاج الجرحى وأهمها النقل والتسفير، فقد نجح مركز الطب الميداني بحسب الهمشيري في إيجاد صيغة وآلية للتعامل مع شركات الخدمات التي تعاقدت معها وزارة الصحة في بعض الدول، وتحسن مستوى أداء العمل من خلال المتابعة ومنع تكرار الأخطاء، كما سعت وزارة الصحة لتقليل حجم المصروفات من الودائع المالية المخصصة لعلاج الجرحى ومتابعة تهم الفساد المنظورة أمام الجهات القضائية داخليا وخارجيا، وذلك لتقليل حجم المصروفات التي كانت تدخل الودائع المالية المخصصة لعلاج الجرحى، بالإضافة إلى
إلى بعض تهم الفساد تتعلق باستعمال تلك الودائع في السابق، ولا زالت بعضها منظورة أمام الجهات القضائية بالداخل والخارج إلى الآن. وفي جانب آخر، قام المركز بعدما اتضحت ملامح العمل بتفويض إدارات الجرحى، إدارة جرحى الزاوية، زنتان، البوسطة، طرابلس بجملة من الصلاحيات التي من شأنها تسفير الجرح. وتحدث الهمشيري عن معاناتهم بسبب الاستهداف غير المبرر للمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف بمحاور القتال، حيث نتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية وسقوط قتلى وجرحى من الأطباء والمسعفين واحتراق سيارات إسعاف استهدفت بصواريخ موجهة. قال تقرير لصحيفة تايمز البريطانية إن خليفة حفتر نقل المعركة من طرابلس إلى حقول النفط بعد فشل هجومه على العاصمة. ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا تحذيره من تحول الصراع إلى معارك على النفط واستخدام أمواله لتغذية الحرب. في تقرير لها بعنوان الحرب من أجل النفط آخر جبهة لمعركة حفتر في طرابلس، قالت صحيفة تايمز البريطانية إن حفتر نقل المعركة من طرابلس إلى حقول النفط بعد فشل هجومه على العاصمة، معتمدا في ذلك على التضليل الإعلامي وحملات الضغط والدعاية بدلا من استخدام القوة. الصحيفة نقلت عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا قوله إن حفتر وحكومة أثني وقع عقودا مع شركات موجودة في الإمارات العربية المتحدة ومصر الداعمتين له لبيع النفط بسعر 55 دولارا للبرميل الواحد، وهو مبلغ أقل من السعر المعترف به دوليا على حد تعبيره. ومع سيطرة حفتر على معظم المنشآت النفطية، حذر محللون دوليون من سيناريو كسر احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لعمليات التصدير، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب واستخدام المال لتغذيتها، خاصة مع تعرض المنشآت النفطية لما سمته تايمز عمليات عسكرة وضغط من قوات حفتر. في المقابل، أعلن آمر القوات الخاصة التابعة لحفتر ونيس بوخمادة عن تكليفه بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي ووصول تعزيزات هناك رغم وجود قوات في المنطقة منذ 2016، الأمر الذي أثار تساؤلات عن الهدف والتوقيت في ظل الحديث عن محاولات لإحكام القبضة على الهلال النفطي. المؤسسة الوطنية للنفط من جهتها حذرت في أكثر من مناسبة من انهيار الإنتاج، وقالت إنه لو استمرت الحرب لفترة أطول فإنها ستصل إلى المنشآت النفطية، خاصة مع محاولات المؤسسة الموازية في الشرق بيع النفط بشكل غير قانوني في محاولة لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل الحرب على العاصمة. ومع أن تصدير النفط عملية قانونية تجري وفق لوائح وقوانين دولية متعارف عليها بين مؤسسة النفط والشركات التي تملك حصصا في النفط الليبي، إلا أن البعض قال أن حفتر يمكن أن يتجه لفرض أمر واقع مستغلا حالة الفوضى حيث لا يمكن للقانون الدولي ضبط الأمور. وقد أثبتت التقارير الأممية وجود بيع غير قانوني للنفط الليبي دون أن تتمكن من وضع حد له، وهو ما جعل خليفة حفتر يتحدى الأعراف والقوانين الدولية دون أن يعاقب. لذلك وحسب بعض المتابعين للشأن الليبي، يمكن لحفتر أن يعيد الكرة لتمويل حربه على طرابلس وإضعاف حكومة الوفاق الوطني. حفتر وحسب وكالة رويترز للأنباء يعتمد في تمويل عملياته العسكرية على سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في المنطقة الشرقية أدت إلى تراكم ديون بلغت 35 مليار دينار ليبي، لكن قدرته على تمويل مسلحيه بدأت تتقلص بعد اتخاذ المصرف المركزي خطوات للحد من عمليات البنوك في الشرق، الأمر الذي جعل الإمارات تخشى منح أموال نقدية له خشية استخدامها في أغراض خاطئة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار السيد محسن دراجة. سيد محسن، بحسب صحيفة التايمز، حفتر واثني وقع عقود يباع وفقها برميل النفط الواحد ب55 دولار، إلى أي درجة هذه العقود صحيحة والوطنية للنفط من المفترض أنها الوحيدة المخولة بهكذا تعاقدات برأيك؟ الحقيقة مساء الخير. أولا، في الحقيقة عملية محاولات بيع النفط بدأت منذ فترة طويلة، بدأت منذ وجود
جدران في حقول النفط وحاول باع بعض الكميات البسيطة لبعض القوارب الصغيرة، ولكن لم ينجح في تصدير النفط. دخلت قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي في خليج سرت، لم تحاول وحاولت أن تكتسب دعم الرأي العام بأنها مسؤولة ولن تقوم باستخدام النفط ولن تقوم بمحاولة بيعه، ولكن أعتقد الآن بعد أن تم الهجوم على طرابلس أعتقد أن النفط الآن أصبح أمر آخر أو جبهة أخرى يحاول أن ينقل المعركة إليها. لا أعتقد أن بمعنى العسكري أن سيكون هناك تدمير أو اقتتال لحقول النفط، لأن أعتقد أن في الوقت الحالي خاصة في وضع فنزويلا وصادراتها ووضع إيران وصادراتها أعتقد أن هناك خشية من ارتفاع أسعار النفط، ولهذا هناك ضغط بأن يتم الاستمرار في تصدير النفط. الذي يحاول أن يقوم به حفتر هو أن يبيع النفط لحسابه وأن تنقل الأموال إلى المصرف طيب المركزي البيضاء. لكن في تقديري أن ستكون هناك معارضة دولية لذلك، والسبب أن يعني هناك لا يزال هناك إصرار على أن النفط يباع فقط من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وتودع أمواله في مصرف ليبيا المركزي طرابلس. هل ستقوم بعض الدول بشراء النفط منه ودفع المبالغ لها مباشرة؟ الصحيفة تتحدث بأن هناك دول بعينها هي من اشترت النفط. أريد أن أسأل، هذه العقود مستقبلا هل بإمكان هذه الدول عقب انتهاء الأزمة أن تحاجج بها رسميا أو أن يؤثر هذا السعر على سعر البرميل المعترف به دوليا؟ لا، النقطة الأولى لا أعتقد أن بإمكانها المحاجة بها دوليا، وذلك لأن هناك قرار واضح من مجلس الأمن بخصوص الجهة الشرعية والرسمية، ولهذا ليس هناك سند قانوني تستطيع هذه الدول الاستناد عليه للمطالبة بأي أموال. هذه النقطة الأولى. النقطة ولكن هي قد تستلم بعض النفط أو تنقله من الموانئ الليبية، خاصة في الحريقة مثلا تنقله من الموانئ الليبية أو بالبر، مع أن هذا مكلف ولا أظن أنه مجدي حقيقة اقتصاديا، تنقله عبر بعض الموانئ كميات بسيطة وتقوم الدفع نقدا مقابل أسعار مغرية أقل من السعر الدولي. لكن هل سيتحول هذا الأمر إلى بيع كل الكميات المنتجة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي؟ الآن هذا الأمر يعتبر بعيد الاحتمال، ولكن علينا أن نترقب الموقف الدولي. أعتقد أن عملية اللعب الآن في 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 مجال النفط خاصة وتحويل الحرب إلى حرب نفطية أعتقد أن يهدد أسعار النفط الدولية، وربما سنجد مقاومة دولية لأي تحركات بهذا. طيب ما الإجراء الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط تجاه هذه الأزمة التي ستؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الليبي؟ طبعا إنتاج النفط لا يتم إلا من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، وأعتقد أن بإمكانها المؤسسة الوطنية للنفط إذا اضطرت بإمكانها إعلان قوة قاهرة، وستكون أي سفينة تأتي لنقل النفط ستعتبر خارج عن القانون الدولي. يمكن متابعة الأمر ومقاضاة هذه الدول بموجب القانون الدولي لوجود قرارات من مجلس الأمن بهذا الخصوص. ولكن أيضا المؤسسة الوطنية للنفط لا تريد أن تعلن القوة القاهرة، لأن نحن نحتاج إلى كل برميل نفط أن يباع في هذا الوقت. لا، أولا بسبب ظروف الناس الصعبة، وأيضا نحتاج إلى العودة إلى الاستحاضة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، ونحتاج إلى الرصيد من العملة الصعبة لفعل. طيب ماذا عن التوجه إلى جهات دولية؟ هل هناك هذه القدرة لديهم؟ هم لديهم طبعا محاولات، وربما يعني هناك بعض التقارير تقول أن هناك كميات من النفط بيعت فعلا، ولكن ليست كميات ضخمة. أعتقد أن الطرف الذي لديه القدرة أكبر على التحرك هو المؤسسة الوطنية للنفط لطرابلس، وهي تفعل تتحرك بكل قوة، والمؤسسة الوطنية للنفط لا تضع أيديها على الأموال. المؤسسة الوطنية للنفط مهمتها إنتاج النفط وتسويقه، وهي يعني أنجزت عمل ممتاز خلال السنوات الماضية وتحاول جاهدة أن يستمر إنتاج النفط، بل رفع الإنتاج، وستطلب من الدول المؤثرة دوليا بأن تدعم هذا الموقف. هل سيكون هناك انقسام في الجبهة الدولية؟ هذا أمر طبعا صعب. هل أفهم منك بأن حفتر يقوم يعني ببيع مقدار ضئيل جدا كما جاء في الصحيفة لتمويل حربه، وقد تنتهي هذه الطريقة بانتهاء هذه الحرب؟
طبعا احد يعني بعض التحليلات تقول ان قرار الدخول في حرب جاء بسبب الوضع المالي السيء جدا للمصارف في المنطقة الشرقية، لأنها ودائعها بالكامل استنزفت في عملية تمويل ميزانية الحكومة المؤقتة ودعم العمليات العسكرية في الماضي. ويعني بعض الحقائق بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة تحقيق وتكليف شركة مراجعة بمراجعة كل تصرفات مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وأيضا في طرابلس، ظهرت بعض الحقائق التي تفيد بأن إجمالي المبلغ الذي أنفق إلى الآن باستخدام القروض اللي هي قروض ورقية في الحقيقة لأنها هي أكبر حتى من الودائع الموجودة في المنطقة الشرقية وصلت 40 مليار، هذا بالإضافة إلى المبالغ التي ينفقها مصرف ليبيا المركزي طرابلس للكثير من المرتبات في المنطقة الشرقية، أيضا إلى دعم السلع دعم الوقود كله يقوم بدفع المصرف ليبيا المركزي طرابلس. ولهذا المبلغ الذي أنفق في المنطقة الشرقية خلال الأربع سنوات الماضية لا يقل عن 80 مليار دينار، ومبلغ كبير جدا، وهذا سبب أزمة للمصارف، والحقيقة لابد من التعامل مع هذه المصارف لأنها تمس حياة المواطن مباشرة في المنطقة الشرقية والتعامل مع هذه القروض. المصارف الآن أصبح لديها صعوبة في تقديم المزيد من الأموال لأنها استنزفت كل ودائعها بل أكثر حتى من ودائعها الموجودة، وهذا هو سبب رئيسي، يقال أن هذا سبب رئيسي في التعجيل بموعد الحرب. الحل الأمثل هو أن يتم توحيد المؤسسات، ولكن كما يقول التقرير أن هناك مجهودات لتقسيم المؤسسات أكثر مما هي عليه واضح من جداً. الانكسام. أشكرك محسن دراجة الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، كنت معنا من مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية. وللحديث أكثر أيضا بشأن هذا الموضوع فيما يتعلق الملف الحرب النفطية الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز السيد حافظ لغويل. سيد لغويل، بتقرير صحيفة التايمز البريطانية وكذلك تحذيرات صنع الله، إلى أي مدى يعتبر أو تعتبر هذه الحرب السياسية النفطية قد بدأت تأثيراتها وتداعياتها؟ يعني نتساءل هنا أيضا عن هذه التداعيات على جهود الوفاق. سيد لغويل إذا كنت في الاستماع. نعم سيد لغويل، هل أنت تستمع إلي؟ فيما يبدو أننا لا نستمع جيدا للسيد حافظ لغويل، إذن سنحاول معه في سياق هذه النشرة. أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتوقف أحد المولدات الكهربائية بحقل السير عن العمل نتيجة حريق نشب قبل يومين، ما تسبب في انخفاض الإنتاج بحوالي 30 ألف برميل يوميا. وأوضحت المؤسسة أن الحريق أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول، مشيرة إلى إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل. يشار لأن حقل السرير الذي تشرف على تشغيله شركة الخليج للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا باحتياطيات مؤكدة تبلغ قرابة 5 مليارات برميل نفط. وبالعودة إلى ملف الحرب النفطية معي مجددا من واشنطن عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز حافظ لغويل. سيد لغويل، كنت قد سألتك بحسب تقرير صحيفة التايمز البريطانية استنادا أيضا إلى تحذيرات صنع الله، إلى أي مدى تعتبر هذه الحرب السياسية النفطية قد بدأت بالفعل؟ وما التداعيات على حكومة أو على جهود حكومة الوفاق؟ يبدو أن حفتر وحكومة وبرلمان المنطقة الشرقية بدأوا فعلا يحسوا بضيق من الناحية المالية. أعتقد أنهم لا يستطيعوا أن يستدينوا أكثر، لأن المصارف في الشرق الآن أصبحت يعني استدانوا منها مليارات وليس هناك فائض أكثر.
أعتقد أنهم أيضا لا انتهوا من أي أو لم يستطيعوا أن يتحصلوا على مزيد من الدعم من الخارج ومن الإمارات خصوصا، ولذلك فهم الآن يعني كما قال حفتر عندما تقابل مع مغو من حوالي أسبوعين أنه كان يشكو من أن النفط الليبي لا يصل منه أي موارد إليه، فهو الآن أعتقد أنه يريد أن يسيطر على يعني قواته مسيطرة على مواقع النفط في ليبيا من مدة، وكان من الخطأ أن حكومة الوفاق تركت هذا الأمر بدون أن تطلب استرجاع هذه المناطق، ولكنه الآن أعتقد أنه سيحول هذه السيطرة العسكرية إلى سيطرة على بيع النفط نفسه كطريقة لمحاولة ابتزاز بعض الأموال من حكومة الوفاق، أنه يريد أن يبيع النفط الليبي بطريقة غير شرعية وقانونية، هذا من الواضح أنه من مدة وهم يحاولوا أن يفعلوا ذلك، ولكن كان هناك عقوبات دولية أو موقف دولي موحد يمنع بيع النفط الليبي إلا عن طريق الشركة الوطنية للنفط. طيب هل من الممكن الآن أن تتغير أو يتغير هذا الموقف الموحد من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتجارة بالنفط غير المؤسسة الوطنية للنفط؟ والله إلى حد الآن لم يتغير، ولكن طبعا أعتقد أن زي ما تغيرت مواقف دول كثيرة بسبب تدخلات الإمارات والضغط من جهتها، أن طبعا كل الاحتمالات موجودة، يعني كل ما يجب الآن هو أن كلها يعتمد على ماذا ستفعل حكومة الوفاق. هل حكومة الوفاق ستتخذ موقف سياسي قوي؟ هل ستذهب إلى مجلس الأمن وتظهر إثباتات بمحاولات حفتر التلاعب بالنفط الليبي؟ هل حكومة الوفاق ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركات أو دول تحاول أن تتلاعب بهذه العقوبات؟ هذا كله يعتمد على الموقف السياسي والدبلوماسي والقانوني لحكومة الوفاق نفسها. يعني لو هم لم يتحركوا في السابق أو لا يتحركوا الآن، فكل شيء يصبح محتمل يعني. طيب برأيك يعني مسألة يعني الحرب النفطية هذه، هل هي تعتبر الورقة الأخيرة لحفتر برأيك؟ والله هو طبعا في الأخير يعني لو حفتر لا يستطيع أن يضع يديه على أي موارد أو أي أموال من خارج ليبيا وأيضا من داخلها، يعني ليس هناك أي منابع أو مصادر للمال، فهذا طبعا حيؤثر تأثير كبير جدا يعني في موقفه السياسي والعسكري. الحروب تحتاج إلى أموال باهظة، وإذا كان ليس عندك موارد لتمويل هذه الحرب فطبعا سيصبح وضعها في غاية الصعوبة. يعني للأسف أن حكومة الوفاق لحد الآن لم تتخذ أي مواقف حقيقية لوقف أي تمويل إلى المنطقة الشرقية أو إلى جيش حفتر، ولم تتخذ أي موقف لمحاولة استرداد السيطرة على مواقع النفط. يعني بالأخير أغلبية العالم يهمه النفط الليبي بدرجة كبيرة، ومن يضع يده على يد على النفط سيصبح له مكان في طاولة السياسة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز حافظ لغويل. سياسيا، قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إن ما شجع عدوان حفتر على طرابلس هو ما تلقاه من دعم وتسليح من بعض الدول، مجددا اتهامه بتقويض العملية السياسية والانقلاب على مدنية الدولة. تصريحات سراج جاءت خلال لقائه وفدا أوروبيا يضم شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وإعلامية في ختام زيارته إلى العاصمة الذي بدأها السبت الماضي للوقوف على أثار الهجوم عليها. قبل مغادرتهم طرابلس في زيارة اطلعوا خلالها على حقيقة الأوضاع في العاصمة وما خلفه هجوم حفتر عليها، التقى أعضاء اللجنة الأوروبية المكونة من خبراء وسياسيين وصحفيين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في ختام زيارتهم التي بدأوها السبت الماضي.
السراج أوضح للوفد أن ما حدث من اعتداء على طرابلس هو محاولة انقلاب للتقويض العملية السياسية ورفض عملي للانتخابات وللدولة المدنية. وقد كانت البلاد قبل الهجوم على أبواب تسوية سياسية بعد لقاء أبوظبي، حينما جرى التأكيد على استبعاد الحل العسكري ودعم الملتقى الجامع ووضع استراتيجية لبناء جيش موحد تحت سلطة مدنية وتبني مسار إعلامي ناضج بعيد عن خطاب التأجيج والكراهية. ولفت السراج خلال اللقاء إلى ما أوقعه العدوان المتواصل لأكثر من شهرين من خسائر بشرية ومادية وموجات نزوح للسكان، وما ارتكبته الميليشيات المعتدية من تجاوزات وانتهاكات موثقة تصنف وفقا للقانون الدولي جرائم حرب. وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الحرب الجارية قد فرضت عليهم وأنهم سيعودون إلى طاولة الحوار فور دحر العدوان وعودة القوات المعتدية من حيث أتت، ولكن وفق آلية وترتيبات وقواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزتها الحرب. من جهته قال رئيس الوفد الأوروبي الذي زار العاصمة طرابلس إيمانويل ديبوي إن زيارة الوفد جاءت للوقوف على تداعيات الهجوم على طرابلس ومتابعة الأحداث فيها عن قرب. وأضاف ديبوي خلال مؤتمر صحفي للاثنين أن الهدف من الزيارة هو إعداد تقرير بعد زياراته لبعض المواقع المتضررة من القصف، لافتا إلى أن الأزمة الليبية فاقمتها التدخلات الخارجية. ومهما اختلف المحللون حول جدوى زيارة الوفد الأوروبي وقدرتها على حشد الدعم لصد العدوان على العاصمة، فإن اللقاءات التي عقدتها تلك الشخصيات والجولات الميدانية التي عاينوا خلالها حجم الدمار ستقدم شهادة موثقة للجانب الأوروبي عن حقيقة الأحداث في طرابلس. قالت لجنة مراجعة القرارات بمجلس النواب المنعقد بطرابلس إنها تدرس كيفية إلغاء أو إبطال عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون استحداث منصب القائد العام للجيش. وأكد عضو مجلس النواب سعد الجازوي في تصريح للأحرار الثلاثاء أنهم ناقشوا خلال جلستهم الثانية التي عقدوها بمقر المجلس بطرابلس أمس الاثنين عددا من المواضيع، بينها سعي لجنة التواصل بالمجلس إلى التواصل مع عدد من الدول الفاعلة لشرح القضية الليبية وكسب الشرعية بحسب قوله. دعا المنسق السياسي بالبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة ستيفن هيكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية والعودة للمحادثات. وأعرب هيكي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا، أعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بدخول أسلحة إلى ليبيا، وذكر جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قرار حظر الأسلحة لعام 2011 والكف عن أي أعمال قد تعيق الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة. وشدد المنسق السياسي في البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأن الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يستحقهما الليبيون على حد قوله. هذا وجددت نائبة الممثل الدائم لفرنسا بالأمم المتحدة آن جيجان دعوة بلادها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس دون شروط مسبقة، والتزام جميع الأطراف بالحوار الذي يقوده المبعوث الأممي غسان سلامة. وقالت غيجان في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي أن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بالقتال المستمر وتأثيره على بلدان المنطقة. وشددت غيجان على ضرورة احترام الحظر المفروض على الأسلحة، مشيرة إلى أن عملية صوفيا لا تزال نشطة رغم التعليق المؤقت. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد الاثنين قراره القاضي بتفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن التي تنتهك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأكد مندوبو كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على ضرورة استمرار حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، قائلين إن توريد السلاح يطيل أمد الحرب ويؤخر الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. هذا وأكد أعضاء المجلس على أنه لا حل عسكري في ليبيا، داعين جميع الأطراف للبدء في حل سياسي لأنه الوحيد الذي يضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا وفق قولهم. دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الجمهورية الإيطالية
إلى ممارسة ضغوطها على الدول الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس لوقف دعمها للقوات المعتدية وتجنيب المدنيين أزمات الحروب والدمار. جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريماندي بالعاصمة طرابلس. تناول فيه الجانبان المساعي الإيطالية في التخفيف من أزمة النازحين وتقديم المساعدات لهم، إضافة لمناقشة ملف تسليم 10 قوارب سريعة لصالح خفر السواحل الليبي ودعمه في مكافحة الهجرة غير النظامية والمساعدات الإنسانية. بحث المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج آخر تطورات الوضع السياسي والتشاور بشأن العودة إلى طاولة الحوار. وفي لقاء آخر بحث سلامة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة عنهم، إضافة لمناقشة نتائج زيارة معتيق إلى واشنطن وسبل العودة للعملية السياسية بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية. التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الثلاثاء في طرابلس رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة، حيث أكد الأخير رفض أهل برقة للاعتداء على العاصمة. كما أوضح الكزة أن اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية قطعت مراحل مهمة على طريق التأسيس وأثمرت وجود فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية بارزة من مختلف مدن برقة ومناطقها. انعكس عدوان حفتر على طرابلس سلبا على بقية مناطق ليبيا بمزيد من اختزال مواقف المدن والمناطق في شخص خليفة حفتر. ففي المنطقة الشرقية انحسرت مساحات المشاركة في حل الأزمة وتطوراتها لصالح حفتر وأبنائه وإنهاء دور مكونات المنطقة الشرقية السياسية والاجتماعية وطموحها في وضع تصور لمستقبل البلاد وإخراجها من أزمتها. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان أول المنتبهين لهذه المسألة ولم يتردد في توجيه النداءات لمكونات المنطقة الشرقية لفسح المجال أمام جهات أخرى لتمثيل صوت برق المتعقل الداعي للسلام وتجنب الحلول المسلحة والدفع نحو بناء الدولة المدنية. نداء الوفاق تلقفته في المنطقة الشرقية جهات عدة شكلت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية لتكون وعاء يجمع مكونات برقة بجميع أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية. الهيئة البرقاوية التي يرأس لجنة تأسيسها الشيخ عبد الحميد الكزة بما يملك من وجاهة اجتماعية بدأت تحركاتها بلقاء عدد من سفراء الدول الكبرى، كما بدأت أيضا تبحث عن طرق يبرز بها صوت برقة الحقيقي الرافض لعسكرة الدولة وتصرفات حفتر الدافعة لاختلاف الحروب، كما أنها ترى في حفتر السبب الأساسي في عرقلة الحلول السلمية بسبب جموحه للوصول إلى السلطة بقوة السلاح. عدوان حفتر على العاصمة يرى بعض المراقبين أنه سوف يمثل أزمة متعددة الأوجه لحفتر في المنطقة الشرقية عبر الدفع بأبناء الإقليم في حرب تخدم مصالح حفتر وأبنائه فقط، إلى حجم التكلفة البشرية والاجتماعية لهذه الحرب، وهو ما قد يجعل من الهيئة البرقاوية كيانا تحتاجه ليبيا في مرحلتها الصعبة هذه. انطلقت صباح الثلاثاء الرحلة الجوية الرابعة من مطار معتيقة باتجاه مدينة غات تحمل على متنها شحنات إغاثية للتخفيف من الأزمة التي تعيشها المدينة. يأتي هذا في وقت أكد فيه وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات للأحرار انطلاق الرحلة الجوية الثالثة إلى مدينة غات فجر اليوم، تحمل 35 طنا من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية. من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية أن الفيضانات التي اجتاحت غات الأيام الماضية أدت إلى تشريد أكثر من 2500 شخص
العديد منهم يستضيفهم أقاربهم. وأوضحت المنظمة أنها قدمت إمدادات صحية طارئة ونشرت فرقا طبية لدعم المتضررين من الفيضانات في مدينة غات جنوب غرب ليبيا، مشيرة إلى أن مستشفى غات يعمل بشكل جزئي بعد تأثره بالفيضانات وغمر المياه للصيدليات ومستودع المستشفى. تعيش أكثر من 150 أسرة في 4 مراكز للإيواء بمحلات غات المركز والبركت. ونزحت تلك الأسر بعد غرق منازلها جراء السيول التي غمرت نحو ثلثي الأحياء السكنية ببلدية غات. وسط ظروف إنسانية صعبة من النواحي النفسية والصحية، يعيش أكثر من 1000 نازح بمخيمات الإيواء ببلدية غات جراء السيول التي أغرقت ثلثي الأحياء السكنية بالمدينة. عندي قريب 3 عائلات، أنا ودي شنو نقول لك، فراشات ما حصلت لا فراشات لا شيء. يعني شنو نقول لك، الحمد لله على الصحة وخلاص، والشيء اللي صار غادي مأساة، ما رفعت شيء من حوشي، قاعد أنا ما عندي شيء، لا في الحوش رفعت حاجة، لا عندي فراشات لا شيء. لا نشكر الشباب بارك الله فيهم، اللي يعني في شباب هلال الأحمر هذين، يعني اللي يعطيك فراش واحد زوز، لا خيم لا شيء. يعني شنو بقول لك، حمامات يا ودي بكر، فهمتني، عفن. وبالنسبة لنا الحمد لله على الصحة وخلاص، يعني شنو بقول لكم. تتوزع مخيمات الإيواء الأربعة بين محلات غات المركز والبركت، والتي أصبحت الملجأ الوحيد لأكثر من 150 أسرة نازحة من أحياء الشركة الصينية والرياضية والجوفار وتنجرابن، فيما لا توجد أرقام رسمية للعائلات التي نزحت لمنازل أقاربها، حيث وصل متوسط العائلات بالمنزل الواحد لأربع عائلات تقريباً. وضع الناس إلى حد ما متقبلين الوضع والصدمة اللي هم مارين بها، وهي كالعادة لما تكون دائما صدمات أو الكوارث الطبيعية أثرها النفسي أقل على الإنسان من الكوارث الغير طبيعية اللي هي تكون من صنع البشر. لكن اللي فات انتباهي هو مقومات النظافة للأسف منعدمة جدا جدا، وهذا عامل اختطار لانتشار الأمراض بشكل كبير. يعني فهذا نداء لصناع القرار أنهم لازم ينتبهوا للموضوع هذا، لازم محتاجين تدخل سريع. كلجنة أزمة بالمجلس البلدي إلى حد الآن الدعم الحكومي غائب تماما، لجنة الأزمة لم تستلم ولا درهم من الحكومة لرفع المعاناة عن هؤلاء الناس. المجهودات الآن القائمة من لجنة الأزمة مجهودات شخصية من أعضاء لجنة الأزمة ومن المجلس البلدي المعدوم الإمكانية، لذلك نحمل مسؤولية أي شيء يحدث في هذه المراكز الإيواء، وهذا الأمر ينطبق على كل مراكز الإيواء داخل البلدية. نطلب التدخل العاجل، وكل واحد يعرف حقيقة دوره المناط به. يطالب النازحون بمجهودات أكبر من السلطات المحلية لتدارك أي تقصير في الاعتناء بشؤون نازحين، فيما تكافح الجهات الحكومية والأهلية لإيصال شحنات المساعدات والفرق الطبية من مختلف المدن الليبية. بهذا نصل مشاهدينا لنهاية نشاطنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عودة الهدوء إلى محيط مطار طرابلس بعد اشتباكات الصباح وغارات ليلية لطيران الوفاق على مواقع قوات حفتر. تايمز تشير إلى سعي حفتر لعسكرة المنشآت النفطية، وصنع الله يتهم حكومة الثني ببيع النفط عبر شركات مصرية وإماراتية. والسراج يقول إن دعم بعض الدول لحفتر شجعه على شن عدوانه، ومجلس النواب يناقش إلغاء منصب القائد العام للجيش. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت libelahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.